امل كيسه ونط بنطته وطلع الانفجار. يوم اشتعل طرابلس كان همزة وصل فرق فلسطين فرق المخابرات السورية. من هنا صدر الأمر، سيكون هناك صدام بين الشباب وبين الجيش. هذا الأعمال قد تؤدي إلى حمام دم بمناطق لبنانية أخرى. الأسرار التي لم تكشف بعد، كل الأجهزة الأمنية تريد إلقاء القبض على أحمد الأسير، وأحمد الأسير موجود في بيته. عن مجزرتي جامعي التقوى والسلام، أنت عم يخبط على روسه وتلك شبك اللي والولاد في اللائحة السوداء. هذا الاثنين العاشر إلى ربع على الـ MTV.